الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع، فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فحضت، فلما دخلت ليلة عرفة قلت: يا رسول الله، إني كنت أهللت بعمرة، فكيف أصنع بحجتي؟ قال: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج. قالت: فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. قال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض رحمه الله: الذي تدل عليه نصوص الأحاديث في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من رواية عائشة وجابر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لهم هذا القول بعد إحرامهم بالحج في منتهى سفرهم، أي قال لهم ذلك في منتهى سفرهم بعد إحرامهم بالحج من ذي الحليفة، في منتهى سفرهم ودنوهم من مكة بسرف، كما جاء في رواية عائشة، أو بعد طوافه بالبيت وسعيه كما جاء في رواية جابر. الصحيح أنه تكرر منه الأمر بعد أن خير أولا، كما في الرواية التي ذكرناها الآن من حديث عائشة: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، خيرهم أولا، ثم أمر من لم يكن ساق الهدي بأن يتحلل وأن يجعلها عمرة، حتى ولو كان أهل بحج وعمرة أو كان أهل بحج فقط، وأما من ساق الهدي فمنعه من التحلل، وأمره أن يدخل على عمرته حجا إن كان قد ساق الهدي، كما في الرواية التي ذكرناها أولا: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فأمره أن يكون قارنا، ويمكن أن يهل بعمرة ويسوق الهدي، هذا أمر وارد، ويكون قد أهل بعمرة فقط، فأمره أن يكون قارنا، لأن الله عز وجل قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم موافق للآية الكريمة من أنه لا يحل من عمرته حتى ينحر هديه، ولا ينحر الهدي إلا يوم النحر، وبالتالي يلزمه أن يصبح قارنا وأن يجعل مع عمرته حجا، وأن يهل بالحج مع عمرته، يصبح قارنا كما فعلت عائشة رضي الله عنها وكل من كان قد ساق الهدي حتى لو أهل بعمرة. يقول: ويحتمل تكرار الأمر بذلك، ده من تكملة كلام القاضي عياض، يقول: يحتمل أن يكون يحتمل تكرار الأمر بذلك في الموضعين. يقول: هو إما أمرهم بذلك في منتهى سفرهم، أمرهم بالتحلل لمن لم يكن ساق الهدي، وبأن يجعل مع عمرته حجا لمن ساق الهدي، إما في منتهى سفرهم وقرب دنوهم مكة، أو بعد الطواف بالصفا والمروة، بالبيت والصفا والمروة، كما جاء في رواية جابر. ويحتمل تكرار الأمر بذلك في الموضعين، وأن العزيمة كانت آخرة حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. هذا الاحتمال الذي ذكرته من هو الصحيح، لأن
الأحاديث كلها صحيحة ثابتة بذلك، أنه أمرهم في طريقهم أن قبل أن يدخلوا مكة أن يجعلوا إحرامهم بالحج عمرة، وبعد أن طافوا بالبيت والصفا والمروة أمرهم أن يفسخوا عمرتهم حجهم إلى عمرة لمن لم يكن ساق الهدي. قولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليتحلل، ولم يهدي فليتحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. يعني من أهل بحج ولم يكن ومن أهل بحج وكان قد ساق هديا، وإلا فمن أهل بحج ولم يكن ساق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ. فتأويل هذه الرواية ومن أهل بحج وكان قد ساق الهدي فليتم حجه، فلماذا يسوق هديا والحج المفرد ليس عليه هدي؟ هذا هدي تطوع، كانوا يفعلون ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هديا مع من يحج دون أن يحج، يرسل هديا إلى الكعبة، وإن لم يكن حج كما فعل في حجة أبي بكر رضي الله عنه أرسل بهدي ولم يحج. إذن قولها رضي الله عنها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليتحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه. هذا الحديث ظاهر في الدلالة لمذهب أبي حنيفة وأحمد وموافقيهما في أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر، ويصححون ذلك، يصححون أن يظل أن يكون متمتعا باقيا على إحرامه بعمرته، ويلزمونه بطوافين وسعيين، ولكن يمنعونه من التحلل، يقول حتى ينحر هديه يوم النحر. يقول: ومذهب مالك والشافعي وموافقيهما أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته، وحل له كل شيء في الحال سواء كان ساق هديا أم لا، واحتجوا بالقياس على من لم يسق الهدي. هذا قياس في مقابلة النص، فهو قياس فاسد الاعتبار، لأن الله قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وإنما يبلغ الهدي محله يوم النحر، بالإضافة إلى الأحاديث الصريحة في أنه من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته. إذن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المعتمر الذي ساق هديا أن يظل على عمرته فقط، بل أمره أن يقرن، وهذا هو الصحيح، والله أعلى وأعلم، أن المعتمر إذا كان ساق هديا في أشهر الحج يؤمر بأن يدخل حجا على عمرته ويصير قارنا. الشافعية والمالكية يقول: يتحلل قياسا على من لم يسق الهدي، يقول: وبأنه تحلل من نسكه فوجب أن يحل له كل شيء كما لو تحلل المحرم بالحج، كلها قياسات. أجابوا عن هذه الرواية بأنها مختصرة من الروايات التي ذكرها مسلم بعدها والتي ذكرها قبلها عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. هذه الرواية مفسرة للمحذوف من الروايات التي احتج بها أبو حنيفة. نعم، هي الظاهر مخرج واحد وحديث واحد، ولكن الكلام على أنه لو لم يفعل ولم يدخل على إحرامه حجا، وإنما ظل لا يحل حتى يحرم بالحج يوم التروية، فهذا هل يعني يحل له أن يتحلل؟ هذا إذا ساق هديا وأدى عمرته هل يحل له أن يتحلل؟ ظاهر الأحاديث أنه لا يحل، بل يلزمه أن يكون قارنا. يقول: هذه الرواية مفسرة للمحذوف من الروايات التي احتج بها أبو حنيفة، وتقديرها: ومن أحرم بعمرة وأهدى
فليهلل بالحج ولا يحل حتى ينحر هديه. ولا بد من هذا التأويل لأن القضية واحدة والراوي واحد فيتعين الجمع بين الروايتين على ما ذكرنا. لكن يظل الاستدلال بالحديث على أن من أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه. قولها في الرواية قال انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة، قوله صلى الله عليه وسلم أمسكي عن العمرة فيه دلالة ظاهرة على أنها لم تخرج منها وإنما أمسكت عن أعمالها وأحرمت بالحج، فأدرجت أعمالها بالحج، أدرجت أعمال العمرة ضمن أعمال الحج، وهذا هو الصحيح كما ذكرنا، بل الصواب من أنها لم ترفض العمرة بمعنى ألغتها، لأنه لا يسع المرء إذا دخل في إحرام بالحج أو بالعمرة أن يلغيه من تلقاء نفسه، وإنما صارت قارنة بعد أن كانت متمتعة، كانت معتمرة لم تتمكن من أداء عمرتها إلى يوم التروية، وذهب الناس إلى الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تحرم بالحج وتصير قارنة مع إحرامها الأول، وتترك أعمال العمرة الآن وتدرجها مع حجها، ثم تعتمر إن أرادت عمرة مستقلة وقد فعلت بأمره عليه الصلاة والسلام. يقول وهو مؤيد للتأويل الذي قدمناه في قوله صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وداعي عمرتك، أن المراد رفض إتمام أعمالها لا إبطال أصل العمرة، وهذا هو الصحيح كما ذكرنا. قولها فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها، قولها أردفني فيه دليل على جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بذلك، وفيه جواز إرداف الرجل المرأة من محارمه والخلوة بها، وهذا مجمع عليه لأن عبد الرحمن هو أخوها، عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنها، ودلت أحاديث أخرى على جواز إرداف المرأة إذا أعيت في الطريق طالما لم يقع اختلاط محرم مثل تلامس الأبدان أو نحو ذلك. مكان عمرتي التي أمسكت عنها معناه مكان العمرة التي أرادتها مستقلة، ليس أنها كانت تحتاج إلى عمرة جديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم لأجل أنها قالت يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك، وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام طوافك وسعيك أي يوم النحر أجزأك عن حجك وعمرتك، فقالت له ذلك فوافقها على أمر مباح لها فيه رغبة طالما أنه لم يكن منكرا، فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وهذه القصة دليل على صحة العمرة من التنعيم، وعلى جواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وعلى جواز يعني تقارب العمرتين ولا يشترط قدر معين بينهما، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أجرك على قدر سعيك وعلى قدر نصبك ونفقتك، فهي عمرة قليلة النصب قليلة النفقة، فالأجر فيها على قدر النصب وعلى قدر النفقة، لكن الذي يجعلها بدعة ويقول هي خاصة بعائشة، ما وجه الخصوصية؟ الأصل عدم الخصوصية، يقول كانت حائضا، نقول قد أجزأتها عمرتها الأولى بنص الحديث طوافك وسعيك أجزأك عن حجك وعمرتك، فهي تريد عمرة مستقلة، فلو كانت يعني لا يعني الحيض له أثر لأثر في منع العمرة الأولى، والأحاديث تثبت أنها قد تمت، فكيف يقولون أن ذلك لأجل الحائض فقط؟ ما أثر الحيض؟ لا أثر للحيض في ذلك، الحيض منعها من إتمام العمرة الأولى، وإنما صارت قارنة وتمت عمرتها الأولى يوم النحر بدخولها مع أعمال الحج، فكيف يقول أنها خاصة بالحائض ويكون عمرة الحائض تقليلا من شأنها؟ عمرة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وبموافقته صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يظهر كما استأتي دلوقتي إن شاء الله أن أخاها عبد الرحمن كان أيضا طائفا معها، فهذا يدل على أنه كان معتمرا بها والله أعلم.
لأنه قال إذا قضيتما طوافكما فالقياني عند كذا وكذا، طوافكما وإنما يكون يلقياه بعد الطواف بالصفا والمروة ولا يلقياه بعد الطواف بالبيت، فطوافكما أي سعيكما بين الصفا والمروة، ولن يسعى معها إلا وسماه سعيا وسماه طوافا بين الصفا والمروة، سمى نسبه لهما جميعا، فظاهره أن عبد الرحمن كان معتمرا معها، وهذا يبطل قول من يقول أن هذه العمرة بدعة، بل هذا القول هو البدعة. ما يعرف عن السلف تسمية هذه العمرة بالبدعة، وإنما التقليل من ثوابها، عرف التقليل من ثوابها متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في أنها ليست كالعمرة التي يحرم بها من يعني يأتي إليها من بلده، ولكنها عمرة، فلا مانع من أن يتكرر في السفرة الواحدة عمرتان أو أكثر، والله أعلم. فكما ذكرنا مكان عمرتي ليست أن العمرة الأولى بطلت، ولكن أي مكان عمرتها التي أرادتها مستقلة، فجعل لها عمرة مستقلة بطواف وسعي جديدين ليكون لها طوافين وسعيين. قوله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، فيه دليل لجواز الأنواع الثلاثة، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وإنما اختلفوا في أفضلها كما سبق. هذا الإجماع نقله غير واحد، ولذا نقول أن من يقول من المعاصرين بوجوب التمتع أو القران وعدم جواز الإفراد محجوج بهذا الإجماع، كما أنه محجوج بالسنة. وهناك الروايات المصرحة بأن من كان أهل بحج فليتم حجه، وهذا مفرد قد ساق الهدي كما ذكرنا، هذا الذي أمر أن يتم حجه على ما هو عليه ولا يفسخه، فهذا الذي ذكرنا كذلك يؤيده أنه يمكن أن يذهب إلى عرفة مباشرة، وأن قول ابن عباس من طاف بالبيت فقد حل شاء أم أبى خاص بمن طاف بالبيت، وليس فيه منع الإفراد. فلذلك نقول أن هذا الإجماع قد نقله غير واحد ولا يعرف فيه مخالف، وابن عباس ليس بمخالف في جواز الإفراد، وإنما يلزم المفرد أن يذهب مباشرة إلى عرفة دون أن يطوف بالبيت، يعني يجعله حتى يصح إفراده لا يقرب البيت، وإلا حل شاء أم أبى وجعلها عمرة شاء أم أبى. فهذا الإجماع في جواز الإفراد إجماع صحيح إن شاء الله. وفهم بعض المتأخرين لهذا الكلام من ابن عباس ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ ومن قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأبد أبد يدل على وجوب التمتع فهم غير سديد، وإنما هو كما ذكرنا أقصاه يدل على وجوب الفسخ لمن أهل بحج وطاف بالبيت وسعى فيلزمه أن يفسخ، كما هو قول ابن حزم وابن القيم دون عامة العلماء، حتى الإمام أحمد يرى مشروعية الفسخ لا يرى وجوب الفسخ. وعلى أي الأحوال لو قلنا بوجوب الفسخ كقول ابن عباس فلا يلزم أن ينهى عن الإفراد، بل يمكن أن يقال له لا تطوف البيت حتى تذهب إلى عرفة وتعود كما فعلت عائشة رضي الله عنها، ولا يلزمه أن يكون قارنا، بل يمكن أن يكون مفردا. في الحديث قالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة. هذه الرواية التي قالوا أنها صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وهي تحتمل التأويل مع كونه تأويلا فيه نظر، يعني أقصد فيه بعد، لكنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في من أهل بحج وكان معه عمرة، لكنها جعلته قسيما لمن أهل بالحج بالعمرة والحج، والله أعلم. ويحتج به من يقول بدأ بالحج ثم أدخل عليه عمرة، وقد ذكرنا أن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا من البداية، فهذه الرواية محملها على أنه كان في إحرامه حج ولم يكن محرما بعمرة فقط، والله أعلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
موافين لهلال ذي الحجة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بالحج. قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. قالت: ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن ابن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم، فأهللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. موافين لهلال ذي الحجة، يعني قبيل هلال ذي الحجة. ومعلوم كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، أي قرب هلال ذي الحجة كما ذكرنا. وقوله: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، صريح في تفضيل التمتع. ثم القران: التمتع من أمر النبي عليه الصلاة والسلام وتفضيله وتمنيه ذلك، وأن الأفضل أن لا يسوق الهدي، وأن يجعلها عمرة ابتداء، يهل بعمرة وأن يتمتع. فإن لم يتأثر له ذلك أو كان قد ساق الهدي فليجعلها قرانا، فليهل بعمرة وحج معا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فتفضيل القران بعد التمتع مأخوذ من فعله عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا وتمنى التمتع. وقيل إن تمنيه التمتع كان لتطيب خواطرهم، لأنهم كانوا يرون من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج، وهذا كما ذكرنا قد أبطله النبي عليه الصلاة والسلام بفعله مرات، يعني كمان موسيقى محرمة، طب ماشي سكته، اقفله خالص، طلع البطارية، افتحه وطلع البطارية، مش بقولك لازم تطلع البطارية، هذا تليفون، الله يغفر لصاحبه ويهدي سواء السبيل، خد مننا دقيقة كاملة. قال في حديث عائشة: فلولا أني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل اعتقادهم بأنه أتمر عمره كلها في أشهر الحج، كما أنه بيّن لهم مشروعية ذلك. فالظاهر أنه تمناه لنفسه عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك هو الأفضل، لأن هذه المرة لم يصرح فيها النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك من أجل إبطال عادات أهل الجاهلية، مع قوله: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج بل لأبد أبد، صريح في أن ذلك مستمر وأن ذلك هو الأفضل، الله أعلم. قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة، إذن كانت متمتعة، خرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دليل واضح وصريح على أن الحائض لا تطوف بالبيت، والأحاديث مستفيضة في ذلك، لا نزاع فيها بين أهل العلم أنه لا يحل للحائض أن تطوف بالبيت بحال من الأحوال، مع حديث صفية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن في صفية قد حاضت، هذا يوم النفر، فقال: عقرى حلقى أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: انفروا إذن، يعني هي رضي الله عنها كانت قد طافت طواف الإفاضة يوم النحر، ثم حاضت يوم النفر، يوم النفر اللي هو يوم 13، فقالوا له: إن صفية قد حاضت فلن تتمكن من طواف الوداع، ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لم تكن طافت طواف الركن، طواف الإفاضة، فقال: أحابستنا هي؟ هتحبسنا؟ فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عازما على أن يظل مع صفية حتى تطهر من حيضتها حتى تطوف طواف الإفاضة، لكن لما تبين له أنها قد طافت طواف الإفاضة
بين أن طواف الوداع يسقط عن الحائط. فمن يجوز طواف الإفاضة أو طواف العمرة، الطواف الواجب، طواف الركن للحائض محجوج بهذه الأحاديث، وإجماع من سبقه من أهل العلم. الذي يخالف في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي يقول تستثفر وتطوف إذا خشيت فوات الرفقة، وإذا خشيت أن يتركوها وحدها، مع أن هذا الكلام فيه نظر. طواف الحائض أصلا باطل، لا يقع صحيحا، خافت أو لم تخف، فأنها تستثفر وتتوضأ وتطوف وهي حائض وقع كأنها صلت وهي حائض. الطواف الويت صلاة، فلا يصح أن تصلي بحال، فلا يصح أن تطوف بحال. فهذا القول من شيخ الإسلام مصادم للأحاديث ومصادم للإجماع الذي قبله. ولذلك نقول لا يحل للحائض أن تطوف بالبيت بحال من الأحوال، بل تحبس أهلها، فإن أبوا فهم الآثمون لو تركوها منفردة، ويجوز لها أن يعني تبقى وحدها حتى تؤدي نسكها. فإن خافت على نفسها الضياع والفتنة، وهذا ليس بواقع في زماننا بفضل الله عز وجل، زماننا الأمر فيه يسير، معها تذكرة المركب ولا الطيارة هتتأخر شوي، حتى لو سافرت منفردة فهي هم الذين تركوها، زي كامرأة تركها محرمها وانصرف، ماذا تصنع هذه المرأة؟ كانت في سفر وكان معها محرم فتركها المحرم وانصرف، ما عليها؟ عليها أن ترجع ومنفردة وهي معذورة، والمحرم هو الآثم لأنه تعين عليه أن يستمر معها في سفرها حتى تقضي ما عليها، أو حتى تقضي المباح الذي من أجله خرجت وخرج معها كمحرم. فإذا كان الأمر كذلك لم يكن لمحرمها أن يتركها، ولو تركها كانت معذورة في أن تسافر منفردة، وأي ضياع في زمننا، وكل شيء مهيأ لمن فقد مثلا مكانه أن يجد مكانا بعد حتى لو تأخر، والأمر يسير بإذن الله تبارك وتعالى. وعلى أي الأحوال فنقول يعني إذا خافت الضياع والهلاك ولم تجد ما تعمل، نقول ترجع إلى بلدها ولا تطوف البيت حتى تستطيع أن تأتي إلى البيت مرة أخرى، وتطوف طواف الإفاضة إلى آخر العمر، ولا يجوز لها أن تطوف وهي حائض. تظل هي تتحلل التحلل الأصغر بأعمال يوم النحر إلا الطواف، لأن كل شيء يحل لها إلا الطواف والسعي معه، فسوف يحل لها كل شيء إلا الجماع. حتى لو فعلت، عشان كده بنقول لمحرمها ما ينفعش يسيبها، لا يجوز للمحرم أن يتركها، فإن خافت الهلاك سافرت كمضطرة. قولها خرجنا فلما كانت ليلة الحصبة، الحصبة هي التي بعد أيام التشريق، سميت بذلك لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المحصب وباتوا به. ليلة الحصبة هي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة، فلما كانت ليلة الحصبة ليلة الرابع عشر من ذي الحجة ليوم 13 بالليل، سميت ليلة الحصبة لأنهم ينزلوا في المحصب، المكان الذي اجتمع فيه أهل الشرك على مقاطعة بني هاشم، والذي نزل به النبي عليه الصلاة والسلام بعد النفر من منى إظهارا لشعار الإسلام في المكان الذي أظهر فيه شعار أهل الكفر حين تعاقدوا على الكفر والقطيعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل في هذا المكان لإظهار شعار الإسلام فيه، ولذلك كان الصحيح أنه سنة، أن النزول بالمحصب سنة، نزل به النبي عليه الصلاة والسلام ليظهر شعار الإسلام فيه، فمن تمكن من ذلك فعل. بعد السؤال والتحري، المكان المحصب الآن طبعا هو جزء من مكة مشهور باسم المعبدة والله أعلم، فلو نزل قريبا من هذا المكان ولو يعني شيئا من هذه الليلة كان حسنا وكان موافقا للسنة، موافين لهلال ذي الحجة أي مقارنين لاستهلاله، كان خروجهم قبله لخمس في ذي القعدة، خمس بقين كما ذكرنا، كما صرحت به في رواية عمرة. قوله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، هذا مما يحتج به من يقول بتفضيل التمتع
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وجه الدلالة منهما أنه صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا الأفضل. أجاب القائلون بتفضيل الإفراد بأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا من أجل فسخ الحج إلى العمرة. أي فسخ هنا؟ وهو يأمرهم قبل أن يهلوا. تقول: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل. فلولا أني سقت الهدي لأهللت بعمرة. صريح جدا في أنه كان قبل الإحرام وليس لأجل الفسخ. يقول: إنما قال هذا من أجل فسخ الحج إلى العمرة الذي هو خاص لهم في تلك السنة خاصة لمخالفة الجاهلية. الخصوصية مدعاة. سراقة سأله: لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: بل لأبد أبد. فكيف تقول أن هذه كان خاصة بتلك السنة؟ وإنما ولم يصح الحديث عن أبي ذر بذلك. وإن صح فهو اجتهاد اجتهده، رآه بعض الصحابة أنها كانت خصوصية. ثم يمكن أن يحمل لو صح وثبت مرفوعا على أن الخصوصية في الوجوب، في وجوب الفسخ، ويبقى الفسخ مستحبا مشروعا. فسخ العمرة للحج، فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يكن ساق الهدي، فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يكن ساق الهدي. يقول: ولم يرد بذلك التمتع الذي فيه الخلاف، وقال هذا تطييبا لقلوب أصحابه، وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحج إلى العمرة كما صرح به في الأحاديث التي بعد هذا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ومعناه: ما يمنعني من موافقتكم فيما أمرتكم به إلا سوق الهدي، ولولاه لوافقتكم. ولو استقبلت هذا الرأي وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من أول أمري لم أسق الهدي. حقيقة هذا الكلام فيه نظر كما ذكرنا، لأنه يحمل على الفسخ، وهذا كان قبل أن يحرموا أصلا، كان قبل أن يحرموا أصلا. يقول: وفي هذه الرواية تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا، أي التمتع الخاص الذي يتحلل فيه المعتمر من عمرته ثم يحج بعد ذلك، إنما كان قارنا. ولعل هذا هو الذي جعل عائشة تقول أنه أحرم بحج، تقصد أنه لم يحرم بعمرة مستقلة. قولها: فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، هذا محمول على إخبارها عن نفسها، أي لم يكن علي في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. ثم إنه مشكل من حيث أنها كانت قارنة، والقارن يلزمه الدم، هذا مما لا نزاع فيه إلا عند داود. يقول: وكذلك المتمتع، يمكن أن يتأول هذا على أن المراد لم يجب علي دم ارتكاب شيء من محظورات الإحرام كالطيب وستر الوجه وقتل الصيد وإزالة شعر وظفر وغير ذلك، أي لم أرتكب محظورا فيجب بسببه هدي أو صدقة أو صوم. هذا هو المختار في تأويل، بل هذا بعيد في تأويله والله أعلم. بل الصحيح في تأويله أنه لم يكن في ذلك، أي في عمرتي التي كانت بعد الحصبة، التي كانت ليلة الحصبة، العمرة التي كانت بعد أن انتهت من حجتها التي كانت فيها قارنة اعتمرت، هل عليها وعلى من فعل ذلك هدي أو صوم أو صدقة أو صوم؟ لا، لم يكن شيء من ذلك. فالذي اعتمر من التنعيم أو من غيره بعد قضاء حجه ليس عليه شيء. ولم تقصد لم يكن في ذلك أي في حجتها كلها وفي قرانها، لأن الحديث قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر، ذبح عن نسائه البقر لأنهن كن متمتعات، وعائشة كانت قارنة فكانت ضمن نسائه التي ذبح عنهن بقرة أو البقر صلى الله عليه وسلم. فالصحيح في تأويل هذا الحديث: لم يكن في ذلك الذي فعلت من عمرة ثانية في ليلة الحصبة هدي ولا صدقة ولا صوم. وليس أنه في محظورات الإحرام، فإنها لم تذكر شيئا من ذلك في الحديث، وإنما تقول: ولم يكن في ذلك، أي ذلك الذي فعلت
فكيف يحمل على محظورات الإحرام ولم تذكر منها شيئا؟ وإنما لم يكن في ذلك الذي فعلت من عمرتي ليلة الحصبة، وليست تقصد أنها لم يكن في حجتها التي حجتها قارنة هدي، لأن ذلك إنما كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام عن نسائه، ذبح عن نسائه البقر. يقول: قال القاضي عياض: فيه دليل على أنها كانت في حج مفرد لا تمتع ولا قران، لأن العلماء مجمعون على وجوب الدم فيهما إلا داود الظاهري فقال لا دم على القارن، ده لأنه عامل نصوص القرآن على اصطلاح المتأخرين، لأن الله قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال داود: فلا وجوب للدم إلا على المتمتع، التمتع الاصطلاحي الذي هو أن يقوم بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحج من نفس العام، وهذا لا يحمل عليه اصطلاح القرآن. اصطلاح القرآن في التمتع يشمل المتمتع والقارن، وهو كما ذكرنا متفق عليه بين العلماء، والعلماء مجمعون على وجوب الدم على القارن لأنه متمتع في الجملة. لما دخل داود مكة فقال هذا القول جروا برجله إنكارا عليه، مسكوا من رجله وجرجروه لأجل مخالفته كل أهل العلم في هذه المسألة. يقول: طبعا كلام القاضي غير ظاهر، لأن عائشة بالقطع كانت قارنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك وسعيك أجزاءك عن حجك وعمرتك. يقول: هذا اللفظ وهو قول ولم يكن في ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة ظاهره في الرواية الأولى أنه من كلام عائشة، لكنه صرح في الرواية التي بعدها بأنه من كلام هشام بن عروة، فيحمل الأول عليه ويكون الأول في معنى المدرج اللي هو قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. يبقى ده وجه تاني للتأويل، إن ده من قول هشام بن عروة وليس في أصل الحديث. إن الرواية التي بعدها عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بحجة، فكنت في من أهل بعمرة، وساق الحديث بنحو حديثهما. وقال فيه: قال عروة في ذلك إنه قضى الله حجها وعمرتها، قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة، مع أنه ليس صريحا في أنه كلام هشام موقوفا عليه. فكما ذكرنا له تأويل صحيح ظاهر الذي ذكرناه في ذلك الذي فعلت من العمرة الثانية. قالت خرجنا في الرواية التي قبلها قالت خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة لا نرى إلا الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. ساق الحديث: لا نرى إلا الحج، يعني لا يعرفون غيره، لمعناه لا نعتقد أن نحرم إلا بالحج، لأن كنا نظن امتناع العمرة في أشهر الحج. ثم بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قبيل إحرامهم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، أي مع العمرة. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. كيف الجمع في هذه الرواية؟ من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفسخ، وأمرهم أن من لم يكن ساق الهدي فليجعلها عمرة وليتحلل، والتزمهم ذلك. أنا عايز أسمع جواب، لسه قايلينه من شوية. ايه وجه الجمع بين هذه الرواية واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر؟ مش احنا قلنا الرسول امرهم بالفسخ قبل ان يأتوا مكة، وبعد ما طافوا بالصفا والمروة اكد عليهم الامر وامرهم بالايه؟ بالتحلل. وسراقة بن مالك قال له: ألعامنا هذا ام لأبد؟ فقال: بل لأبد ابد. هم تحللوا بالفعل. طب ازاي عائشة بتقول من هج اهل بحج فضل على احرامه، والرسول كان امره انه يعمل عمرة؟
صح كده. يبقى هالرواية دي محمولة على من كان ايه احرم بحج وساق الهدي فظل على احرامه وبقي عليه الى ان تحلل يوم الايه يوم النحر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج حتى ان اذا كنا بسرف او قريبا منها حط فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال انا فستي يعني الحيضة. قالت قلت نعم. قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم فاقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ فقلت والله لوددت أني لم أكن خرجت العام. قال ما لك؟ لعلك نفست. قلت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري. قالت فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة ثم أهلوا حين راحوا. قالت فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت فأتينا بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ قالت فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر فأردفني على جمله. قالت فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا كما ذكرنا العمرة المستقلة. أرجع بحج كأنها ترى أن القارن وإن كان مع حجتي عمرة إلا أن المقدم أنه طاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا والله أعلم. سرف ما قال ابن النووي هو ما بين مكة والمدينة بقرب مكة على بعد أميال منها قيل 6 أو 7 أو 9 أو 10 أو قيل 12 ميلا. أنا فستي معناه أحضتي. أما النفاس الذي هو الولادة فيقال فيه نفست بالضم. قوله صلى الله عليه وسلم في الحيض هذا شيء كتبه الله على بنات آدم هذا تسلية لها وتخفيف لهمها ومعناه أنك لست مختصة به بل كل بنات آدم يكون منهن هذا كما يكون منهن ومن الرجال البول والغائط وغيرهما. واستدل البخاري في صحيحه في كتاب الحيض بعموم هذا الحديث على أن الحيض كان في جميع بنات آدم وأنكر به على من قال إن الحيض أول ما أرسل ووقع في بني إسرائيل. واستدل البخاري صحيح. ومن قال أن الحيض أول ما وقع في بني إسرائيل لا دليل عليه إلا من الإسرائيليات ولا يقدم شيء منها على الحديث الصحيح أنه شيء كتبه الله على بنات آدم. وفيه الإيمان بالقدر في الأمور التي هي مقدورة للعبد وغير مقدورة لأن هذا أمر يعني وإن كان في أمر غير مقدور إلا أن الله كتب كل شيء سبحانه وتعالى قدره الله على بنات آدم وهي تبكي من أجل يعني أنه يفوتها الخير الذي كانت تريد أن تحصله في هذه الأوقات المباركة. معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تغتسلي معناه اقضي افعلي كما قال في الرواية الأخرى فاصنعي. وفي هذا دليل على أن الحائض والنفساء والمحدث والجنب يصح منهما جميع أفعال الحج وأقواله وهيئته إلا الطواف وركعتيه فيصح الوقوف بعرفات وغيره كما ذكرنا. وكذلك الأغسال المشروعة في الحج تشرع للحائض وغيرها ممن ذكرنا. وفيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض وهذا مجمع عليه.
لكن اختلفوا في علته على حسب اشتراطهم، على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف. فقال مالك والشافعي وأحمد هي شرط، وهذا هو الصحيح، أن الطهارة مطلقا شرط، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطوف البيت حتى تطهري، وفي الرواية وفي الحديث الآخر الطواف بالبيت صلاة، فهو صريح في أنه صلاة، غير أن الله عل فيه الكلام فيشترط ما يشترط للصلاة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث يدل على أن الطواف إذا وقع في جزء من أجزائه حدث بطل الطواف كالصلاة. ومن أهل العلم من يقول يلزمه الوضوء ويظل على ما أدى من أشواط، يعني إذا أحدث أثناء الطواف طاف أربعة أشواط، هل يلزمه أن يستأنف من جديد إذا توضأ، أم يبني على الأربعة التي قضاها ثلاثة ويكون قد أتم طوافه؟ الظاهر والله أعلم أنه كالصلاة، فكما أن من أحدث في آخر ركعة لزمه أن يؤدي الصلاة من أولها، فكذلك من أحدث في الطواف لزمه أن يبدأ الطواف من أوله، والله أعلم. قطعه ليه؟ لا، قطعه للصلاة لا يبطله ولا يغير شيئا. لماذا؟ لأنه أجاز الله فيه الكلام، فكيف لا يجوز لا تجوز الصلاة؟ الصلاة لا تبطل الطواف، إذا قطع الطواف لأجل صلاة أو لتعب أصابه فجلس يستريح، أو لزحام عجز معه عن إتمام الطواف فانتظر حتى خف الزحام، كل ذلك يبني على ما أدى ولا يستأنف. لابد أن يكون هناك تواصل بين الأشواط السبع، فإن طال الفصل للعذر فهو معذور يبني، وإن طال الفصل لغير عذر والطول والقصر عرفي استأنف. قال أبو حنيفة ليست الطهارة بشرط، وبه قال داود فمن شرط الطهارة قال العلة في بطلان طواف الحائض عدم الطهارة، ومن لم يشترطها قال العلة فيه كونها ممنوعة من اللبث في المسجد، إلا أنك ترى أنهم كلهم متفقون على أن الحائض لا تطوف ولا يصح طوافها، وبالتالي فقول شيخ الإسلام كما ذكرنا مخالف للإجماع. قولها وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم استأذنهن في ذلك، فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه. ضحى يعني أهدى، استأذنهن صلى الله عليه وسلم في أن يؤدي عنهن ما يحتاج إليه حجهن من نفقات إجمالا، فيصح في ذلك ضمنه التضحية بالبقر، ولا يلزم لمن قال لغيره وكلتك في أن تهدي عني ما يلزمني، لا يلزم أن يقول سأذبح عنك بقرا أو شاة أو إبلا، بل كل ذلك يجزئه في التوكيل العام في الإذن العام. لذلك استغربنا قلنا ما هذا، أتينا بلحم بقر فسألنا فقالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، فهذا دليل أنه أنهن لم يكن يعلمن تفصيلا، لكن كما ذكرنا يكفي الإذن العام. الأفضل يجزيها ما أي شيء، خاصة عائشة مالها يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما أفعله النبي عليه الصلاة والسلام لها أفضل من أن تفعل لنفسها. أهدى وضحى بمعنى واحد، ضحى هنا بمعنى ليست أضحية، لأن هذا إنما كان في الهدي، فكان ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أنهن كن متمتعات. يقول استدل به مالك في أن التضحية بالبقر أفضل من بدنه، ولا دلالة فيه لأنه ليس فيه ذكر تفضيل البقر ولا عموم لفظ، إنما هي قضية عين محتملة لأمور فلا حدة فيها لما قاله. وذهب الشافعي والأكثرون على أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الجمعة من راح في الساعة الأولى
فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخره. وهذا ظاهر بالإضافة إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. كلمة البقر في رواية في النسائي ضحى عنهن ببقرة بينهن، وهنا قال ضحى عن نسائه بالبقر، فإما أن يقصد به الجنس، وإما أن يقصد به يعني البقر يعني كذا بقرة. فإن قصد به الجنس وأنه ضحى ببقرة واحدة، فما الجواب عن أن البقرة والبدنة تجزي عن 7 وكنا 9 نسوة؟ الجواب عن ذلك إما على قول من يجيز بقرة عن 10، وهو قول شاذ خلاف الأدلة المشهورة، أو نقول أن الجواب عن ذلك كما ذكرنا أن المقصود ذبح عن بقرة بينهن أي معظمهن، أي 7 منهن، وضحى بشيء آخر عن الاثنتين، عن الاثنتين الأخرتين، أو أن بعضهن كان ضحى أو أهدى بنفس من مالها، أهدت من مالها، ويكون النسوة التي ضحى عنهن النبي صلى الله عليه وسلم بالبقر وأهدى عنهن بالبقر كنا 7 من 9، والباقيتان فعلت ذلك من مالهما، والله أعلى وأعلم. أظهر الكلام أن كلمة بقرة بينهن بين أكثرهن، والله أعلم. طمثت أي حط، ويقال حاضت المرأة وتحيضت وطمثت وعركت وعركت ونفست وضحكت وأعصرت وأكبرت، كله بمعنى الواحد. والاسم منه الحيض والطمس، طمف المفروض، والعراك والضحك والإكبار والإعصار، وهي حائض وحائضة في لغة غريبة اللي هي حائضة دي، وطامث وعارك ومكبر ومعصر. في هذه الأحاديث جواز حج الرجل بامرأته وهو مشروع بالإجماع، وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعته، واختلف السلف هل المحرم لها من شروط الاستطاعة، والصحيح أنه من شروطها. قال وأجمعوا على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع. وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء ليس له منعها منه، وللشافعي قولان، أحدهما لا يمنعها منه كما هو قول الجمهور، وأصحهما له منعها لأن حقه على الفور والحج على التراخي. الصحيح ليس له منعها، لأن لها أن تؤدي ما كان على التراخي في أول وقته لتتخلص من يعني ما وجب عليها، لتؤدي ما وجب عليها. قال أصحابنا يستحب له أن يحج بزوجته للأحاديث الصحيحة فيه. من ضمن أدلة الحج على التراخي أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم والله لوددت أني لم أكن خرجت العام، دليل على أنها خرجت لأنها ودت، يعني أنها أرادت ذلك. لو كان الأمر على الفور لما كان يسعها أن تؤخر مع حجة النبي عليه الصلاة والسلام. قولها ثم أهلوا حين راحوا يعني الذين تحللوا بعمرة، وأهلوا بالحج حين راحوا إلى منى، وذلك يوم الترويع وهو 8 من ذي الحجة. وفيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأفضل في من هو بمكة أن يحرم بالحج يوم الترويع ولا يقدمه عليها، فقد سبقت المسألة. قولها أهللت منها بعمرة من التنعيم، فجزاء عمرة جزاء لعمرة الناس، أي تقوم مقام عمرة الناس وتكفيني عنها، كما ذكرنا العمرة ليه؟ العمرة ليه؟ المستقلة المفردة. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج. حرم الحج تريد الأوقات والمواضع والأشياء والحالات. حرم الحج حرم الحج جمع حرمة، أي ممنوعات الشرع ومحرماته. كذلك قيل للمرأة المحرمة، للمرأة المحرمة بنسب، كذلك قيل للمرأة المحرمة بنسب حرمة، وجمعها حرم. أما قولها في أشهر الحج فاختلف العلماء في المراد بأشهر الحج، في قول الله تعالى الحج أشهر معلومات،
فقال الشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم هي شوال وذو القعدة وعشر ليالي من ذي الحجة تمتد إلى الفجر ليلة النحر، لأنه دون ذلك بعد ذلك لا يستطيع الإحرام بالحج. وروي هذا عن مالك، والمشهور عنه شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، وهو مروي أيضا عن ابن عباس وابن عمر، والمشهور عنه ما قدمناه عن الجمهور. قد ذكرنا من قبل في التفسير أن الراجح أنها ثلاثة أشهر ذو الحجة بكماله، وإن امتنع أن يحرم بالحج بعد طلوع الفجر من يوم النحر، لكن ذو الحجة من أشهر الحج. والفائدة في ذلك في مسألة ما إذا أخر طواف الإفاضة عن آخر ذي الحجة هل عليه دم أم لا؟ فمن قال الحج أشهر معلومات إلى شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة قال ليس عليه شيء، ومن قال أن ذو الحجة بكماله من أشهر الحج قال لابد أن يتمم الحج في هذا الشهر، فلا يجوز أن يؤخره بعد ذلك، فإذا أخره كان عليه دم وبقي طواف الإفاضة في عنقه إلى آخر العمر، بقي طواف الإفاضة في ذمته إلى آخر العمر. قولوا قولي هذا، استغفر الله. ده معنى واجب على التراخي، الحج واجب على التراخي بمعنى ولو توفرت فيه الشروط. يقول ماذا تفعل من حاضت في ايام الحج وفاتها الوقوف بعرفة؟ طب ليه تفوت الوقوف بعرفة؟ من حاضت فلتذهب الى عرفة وهي حائض ويصح لها الوقوف بعرفة. من فاته الوقوف بعرفة او يركن الحج يعني ما قبل الوقوف بعرفة، طبعا هو الوقوف بعرفة هو الذي يفوت به الحج، اما غير ذلك فيبقى يمكنه ان يؤديه اذا وقف بعرفة، فكل الأركان الآتية بعد عرفة يمكن أن تؤخر. أما إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج وعليه أن يتحلل منه بعمرة. كيف يتيسر للعبد أن يسوق الهدي ويستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ كما ذكرنا تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يكن ساق الهدي، فالأفضل أن لا تسوقه، وإن أردت فأظن ذلك يشق، لابد من سيارة خاصة تكون مثلا معك من المكان من المدينة مثلا، وتأخذ شاة صغيرة أو نحوها تجعلها في السيارة أو تؤجر لها سيارة مستقلة، أنت حر. من حج هو وأهله حج تمتع أو قران هل يجزيه هدي واحد عنه عن أهل بيته أم لكل واحد منهم هدي مستقل؟ بالإجماع يلزم هدي مستقل، لأن كل واحد منهما له واجباته التي يلزمه أن يؤديها. هذا تقول فيما يفعله الصليبيون والصهاينة في المسجد الأقصى، وهل سيحاسبنا الله على سكوتنا على ذلك؟ نسأل الله العافية. أما أهل القدرة وأهل القوة وما يلزم من أخذ أسباب القوة لهذه الأمة، فلا شك أن من قصر في أخذ الأسباب وفي عمل ما يلزم من تقوية المسلمين وجمعهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ أسباب القوة المادية وأعداد العدة، فلا شك أنه أعظم الناس إثما في ذلك. والتفريط في أمر الفرقة والاختلاف والبدعة والضلال حتى يتمكن الأعداء مما يفعلون، فكل قادر يأثم بحسب قدرته. وأما من عجز ويعني فعل ما يقدر عليه من إصلاح نفسه وإصلاح غيره والدعوة إلى الله عز وجل وبذل كل ما يقدر عليه من أجل إعادة الأمة إلى دينها الذي هو سبيل عزتها وسبيل قوتها، فنرجو الله سبحانه وتعالى ألا يأثم. نقول الذي يحصل الآن هو ثمرة مريرة لتقصير أجيال متتابعة منها جيلنا بلا شك. نسأل الله العفو والعافية وأن أغفر لنا ذنوبنا أجمعين. وهذا الأمر ثمر من ثمرات احتلال الكفار لبلاد المسلمين، وإنما وقع ذلك بسبب التفريط في اتباع الكتاب والسنة، إنما تمكنوا من هدم الخلافة الإسلامية
ومن السيطرة على القدس منذ نحو 90 عاما تقريبا، عندما دخلت جيوش الحلفاء إلى بيت المقدس بعد الحرب العالمية الأولى، وذلك بسبب تقصير المسلمين في التزام دينهم، بسبب انتشار الخرافات والبدع والشركيات، بسبب تفرق الأمة والنعرات الجاهلية، بسبب تحلل الناس عن شرع الله عز وجل وإباء طوائف من المنتسبين إلى الأمة شرع الله عز وجل، فانتشار العلمانية والاشتراكية والقومية العربية والتركية والفارسية وغيرها كان هو المقدمة لهذا الضياع، ونسأل الله العفو والعافية. وعودة المسلمين إلى الالتزام الصادق في بلادهم، في بيوتهم، في طرقهم، في كل أمورهم، والذي يمنع أعداء الله من الكفر والمنافقين من أن يستمروا في مخططاتهم. لذلك كل منا عليه واجب بلا شك الصدق في الالتزام، التغيير الحقيقي في الداخل في نفس كل واحد منا، لأن بقوة الإيمان الصادق تتغير موازين القوة المادية بإذن الله تبارك وتعالى، بدعوة صادقة مع التضرع لله عز وجل في أوقات الأسحار وفي أوقات الصلوات وغيرها، تتغير موازين القوة التي بسببها، بسبب الخلل فيها حصل ما حصل، وبسبب انتشار الضلالات والمنكرات في بلاد المسلمين وترك الواجبات الشرعية ابتداء من أركان الإسلام والإيمان، وانتشار الأخلاق الذميمة والفواحش والربا والميسر وأنواع المحرمات والحكم غير ما أنزل الله وترك الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، تمكن الأعداء، ونسأل الله العفو والعافية. إلا أننا نرجو الله عز وجل أن لا يتمكنوا من أن يصلوا إلى مرادهم من هدم المسجد الأقصى، وإنما يمتنع ذلك بإذن الله تبارك وتعالى مع صدق الالتزام. وعلى العموم بقية الأسئلة بنجيب عليها بعد الجمعة، والإخوة اللي هم من الخارج يمكنهم أن يتابعوها على الموقع، على موقع صوت السلف، يعني بعد الجمعة بترفع بعدها أو آخر النهار أو يوم أو يومين بعدها بإذن الله تبارك وتعالى على الموقع ضمن الأسئلة.